في عصر التحولات التقنية الرقمية المذهلة التي أحدثت تغيرات كبيرة حتى أصبح عصر التعلم للتعليم، عصر التعليم الفردي، عصر التعلم بمشاركة طلاب من أنحاء العالم ملغياً قيود الزمان والمكان. إنه التعلم القائم على المحتوى الإبداعي المشاع وليس المبنى. ومنذ تأسيسها والجامعة السعودية الإلكترونية تطبق أحدث برامج التعليم التي تركز على تطوير المحتوى كمؤسسة تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي والتعلم مدى الحياة وتهتم بمصادر المعرفة الإلكترونية التي تجتاح العالم. ويتماشى هذا النموذج مع التوجهات العالمية الحديثة في المجال التعليمي، حيث تشير الدراسات والإحصائيات الصادرة من منظمة اليونسكو إلى تغيير أنماط التعليم في المستقبل القريب، تتمثل في تقليص المباني الجامعية والاتجاه نحو التعليم المدمج الذي يتميز بالرؤية والمرونة والجودة العالية، ويسعى لتوسيع مفهوم تفريد التعليم الذي يمكن الفرد من التعلم بنفسه متى شاء ويختار أساتذته من مختلف دول العالم. ولذلك قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بتبني هذا النموذج المتقدم الذي يدمج بين الحضور المباشر لقاعة الدرس والحضور بكثافة أكثر من خلال استخدام التقنية بما يضمن مشاركة الطلاب في فصول افتراضية من جميع أنحاء العالم في آن واحد. كما أخذت الجامعة على عاتقها المحافظة على أعلى معايير التدريس وكفاءة المحتوى والتدريب الميداني والعملي. الجامعة السعودية الإلكترونية هي الجامعة الوحيدة تقريباً في السعودية هي اللي تتيح للعمل والدراسة في نفس الوقت، واللي شجعني برضو أنه فيه شراكات مع جامعات عالمية مثل عندك جامعة كولورادو الأمريكية. فالجامعة السعودية يعني سنحت لنا فرصة أن يكون التعليم مدمج، بحيث أنك تحضر يوم يعني، وهذا شيء مرة نقدر عليه كوننا إحنا موظفين حكوميين. نقدر نقول الجامعة يعني وصلتنا زي الجامعات اللي برا، ما نحس بيننا وبين الجامعات أبدا أي فرق. تتخذ الجامعة السعودية الإلكترونية من الرياض مقراً لها، ولديها 10 أفرع في مختلف أرجاء المملكة، وتمنح شهادات البكالوريوس والماجستير لعدد من التخصصات النوعية التي ترتكز على بناء مهارات التعلم التطبيقي الاستراتيجي، وتلبي المتطلبات الوظيفية الجديدة في ظل النمو والتطور التقني والاقتصادي. كما حرصت الجامعة على نقل وتوطين المعرفة بالشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية العريقة لتسهم في التطوير الإلكتروني للمناهج العالمية والتقنيات التعليمية وإثراء مصادر ووسائط التعليم والتعلم. سبب اختياري الجامعة السعودية الإلكترونية أنها توفر وسائل سهلة ومتطورة، بحيث أن بمقدوري أن أتعلم في أي مكان كان، سواء في الجامعة، في المنزل، خارج البلد، في مدينة أخرى. ومع كل هذه الريادة العلمية والتنوع الأكاديمي، إلا أن الجامعة السعودية الإلكترونية لا تضع سقفاً لدورها في خدمة العلم، وتتطلع دائماً لتفعيل نشاطها الريادي خارج مساحاتها وقاعاتها إلى الساحة العلمية، لتنظم وتشارك في مؤتمرات عالمية وتدعم تلك الإسهامات التي تكمل الفراغ وتشغل الزاوية المهملة وتزرع بذور الحوار وتشجع المبادرة. كما تدعم الجامعة الإنتاج المعرفي وتعزيز المحتوى الرقمي من خلال برامج إلكترونية إبداعية، حيث أطلقت الجامعة برنامجين إلكترونيين كبيرين، وهما برنامج العربية على الإنترنت الذي تستضيفه منصة روزتا ستون العالمية في تعلم وتعليم اللغات، وبرنامج اختبار العربية المعياري الذي يشابه اختبارات الآيلتس والتوفل، وتستضيفه شركة بروماتريك العالمية في الاختبارات المعيارية. وحقق كلا البرنامجين انتشاراً واسعاً إقليمياً ودولياً، ليحقق أحد أركان رؤية المملكة 2030 من خلال العمق العربي والإسلامي للمملكة. نسعى لنكون خير ممثل لبلادنا وبيت خبرة في مجال اختصاصنا، لنتقدم ونكون رواد الثورة الرقمية، نعلمها ونعلو بها، نقدمها للوطن ثم للعالم أجمع.